السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيعمل لك الميمز، يعني لو انت بتفكر تسخر من فكرة معينة مجرد بس تديله الفكرة ديت، فبالذكاء الاصطناعي بيعمل لك الميمز او صورة ليها بتاعت الطريقة. طيب كل فكرة ايه؟ هتقول له ستارت، فانت ممكن هنا تشتغل بتكست تو ميم او تقول له سيرش وتدور على الحاجات اللي موجودة. طيب احنا مش عايزين ندور في طريق جوجل، احنا عايزين نعمل احنا. هقول له مثلا ايه very tired from work. انت بقى متضايق من شغل، متضايق من اي حاجة، تقدر انت تقول له ايه اعمل لي ميمز خاصة بالموضوع دوت، فهو يبدأ يعمل لك when you are so tired from work. فببساطة عمل لك حاجات كتيرة تقدر تعملها داونلود، تقدر تعمل لها ايديت، تقدر تاخد منها كوبي، تقدر تسيفها في الحساب بتاعك بالشكل دوت.